فعم شوفك انت تركت اشي معين، تركت شخص معين، علاقة معينة، لانك في امنية بدك تحققها. ممكن تكون امنية بخصوص الشغل، ممكن تكون امنية بخصوص شخص اخر معين، يعني ممكن تكون تركت شخص او تركت علاقة من اجل شخص معين لانه ذا ستار عندك. فانت في عندك امنية، في عندك اشي معين انت عم تسعى إلى تحقيقه. بالنسبة لحبيبك أو الشخص اللي عم تتعامل معه، عم شوفه ممكن عم يستخدم طرق معك فيها شوي من التلاعب، أو مش عم يحكي لإلك الحقيقة كاملة، لأنه هالكرت هو بالتاروت هو الثيف أو هو اللص. فهالشخص عم يساوي إشي حاليا المفروض هو ما يساوي، ممكن يكون عم يتجسس أو عم يراقبك أو عم يطلع على أخبارك. إشي طاقة كتير، طاقة غير مباشرة، طاقة الشخص اللي عم تتعامل معه، بالذات مع ورقة The Emperor Card، بالذات مع يعني ثلاثة الكروت هدول بيبينوا إنه الشخص حاليا في حالة هدوء تام. ممكن أنت مش عم تعرف عنه أي أخبار وهو بده أصلا هيك، بده يكون في حالة هدوء تام. عم شوف طاقة غير مباشرة، عم شوف أيضا تحكم، تحكم قوي جدا بالمشاعر أو حتى بالقرارات. هالشخص ممكن يكون حاليا obsessed أو مهووس بأنه يسيطر على جانب من العلاقة أو على تحرك هالعلاقة بينك وبينه. يعني عم شوفه في عنده هدف وفي عنده نقطة معينة، ويعني مستعد يساوي أي إشي مشان يوصل إلى هالنقطة أو إلى تحقيق هالنقطة. مبين إنه الشخص اللي عم تتعامل معه برغم إنه الطاقة، يعني برغم إنه أنت برجك ناري، إلى إنه الشخص اللي عم تتعامل معه مثل كأنه ندك أو مثل كأنه بيواجهك بهالطاقة. شخص أيضا هو كتير possessive، ممكن يكون برج الحمل، وممكن يكون شخص بالخارطة الفلكية عنده فيه كتير طاقة نارية، بالذات إذا كان بالمشاعر. ممكن يكون الفينوس أو الزهرة، لأنه الزهرة هو اللي بيتحكم بالعلاقات العاطفية. فهالشخص ممكن يكون الفينوس عنده أو الزهرة عنده بالخارطة الفلكية برج ناري، لأنه عم شوف في تحكم وسيطرة على الوضع كتير شديد. فممكن في إشي بينكم، ممكن يكون أيضا عم يحاول يسيطر عليك إنه أنت ما تترك العلاقة، لأنه عم شوف إنه أنت في عندك نية بإنك تترك أو نية الرحيل، وهو في عنده نية الترويض أو بده يمشي الأمور مثل ما هو بده. يعني أنت بدك تترك وهو بده يمسك هون. أيضا The Strength Card هي بتتبع برج الأسد، فهالشخص مبين إنه هو ممكن يكون بالعلاقات العاطفية أو بالمشاعر شخص كتير possessive، شخص بيحب يتحكم كتير بعلاقاته العاطفية، شخص بيحس إنه هو لازم يكون المسؤول اللي يقوم بالقرارات، اللي يتخذ القرارات بغض النظر عن شو برجه هالشخص. لأنه ممكن يكون شخص يعني عفوي، ممكن يكون برجه حتى مائي، ممكن تحس إنه هو ما في عنده الطاقة النارية أو الطاقة المتهورة، ولكن تحت الرادار هالشخص
يعني بالوجه الآخر أو بالعقل الباطني أو الطبقة اللي تحت هالشخص كتير متحكم. فممكن للوجه الخارجي يبان العكس، يبان إنه أنت لأنه برجك ناري أنت اللي فايري أكتر، أنت اللي حركي أكتر، ولكن بس تيجي تحلل وتبريك داون، تفتح الأمور أكتر، تشوف إنه هالشخص من جوا شخص كتير امبرور، بيحب السلطة، بيحب إنه يكون هو اللي مسيطر على الجانب العاطفي. بالنسبة لخطواتك بالمستقبل، عم شوفك مستني ممكن من هالشخص خبر، أو أنت محطوط أو رح تنحط بالمستقبل بين خيارين أو خطوتين أو شيئين، شيئين بدك تختار منهم قرار. ممكن أنت عم تحاول، عم تفكر إنه تضل مع هالشخص أو تمشي في طريق آخر، لأنه أنت مبين إنه أنت عم تفكر يا أضل مع هالشخص وأضل في هالطاقة، أو إنه في طريق آخر بيوفر لك العالم، بيوفر لك the world، اللي بيوفر لك أمنية أنت عم تبحث عليها حالياً. فأنت عين على هالشخص وعين على الإشي بعيد المنال اللي بدك توصل له، الأمنية اللي بدك تحققها، تكملة اللي بدك تمر فيها. فبالمستقبل لسه عم شوفك رافض أي عروض عاطفية، ولكن ممكن يكون في، يصير في بينك وبين هالشخص تواصل، لأنه هالشخص عادة بيحمل رسالة من نوع ما، أو بيحمل إشي فيه نوع من التواصل. فعم شوفك بالوضع العاطفي، يعني بعواطفك، إلى إنك رافض للوضع أو رافض أي عروض حب عم تقدم لإلك. بس البعض منكم اللي ما في بينكم تواصل أو مش عم تحكوا مع بعض، في بينكم طاقة انتظار، طاقة أنت عم تستنى تسمع من هالشخص وهو أيضا عم يستنى يسمع منك هالشخص. بالنسبة فبالمستقبل مثل ما حكيت، رح تنحط بموقف بدك تختار منه خيارين، أو بدك تختار بين شيئين، بيختلف من برج أسد إلى برج أسد. أنت بتعرف شو هو، أو رح تعرف شو هو الشيء اللي يعني رح تنحط خلاص بمفترق طريق لابد منك من إنك تختار قرار. بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل، عم يشوفه عم يمر كتير بتغيرات، طاقته رح تكون فيها كتير من التغيرات. عم يشوفه أيضا هالشخص كتير الفرونت تبعه بيتغير، ممكن يكون برج مائي، يعني ممكن يكون متقلب المزاج، لأنه عم شوفه يعني بيتنقل بين العواطف أو بيتنقل بين شو هو بيحس. ممكن يكون على طريقة يعني هو مش مركز فيها، subconscious، يعني بطريقة اللاوعي اللي عنده، هو ما بيعرف، بس هو متقلب المزاج كتير، وأفكاره ومشاعره بتتغير كتير. فإذا أنت بتتعامل مع هالبرج، أو يعني بتتعامل مع الشخص اللي عم تتعامل معه، بدك تكون flexible، بدك تكون مرن مع هالشخص، إنك تفهم تقلبات مزاج هالشخص، لأنه مبين بالمستقبل أيضا شو هلا طاقته الحالية. عم شوفها طاقة كتير صارمة أو كتير ثابتة أو كتير هادية، أو يعني الشخص عم يتحرك ببطء شديد تجاه إشي هو بده يحققه، ولكن في المستقبل الأمور
تختلف، عجلة الحظ هون الأمور دائما بتختلف. ف راح أمشو في بينكم، راح يكون حديث الصراحة، لأنه مبين إنه أنت وهو مش عم تقلي اللي مش عم تحكوا مع بعض حاليا، اتنيناتكم عم تطلعوا على بعض مستنيين الطرف الآخر يقوم بخطوة أو يقوم بكلمة، ولكن أسلوبكم مع بعض كتير دفاعي، بالذات الشخص اللي عم تتعامل معه شخص كتير دفاعي بما يخص المشاعر. يعني عم شوفك أنت open أكتر أو منفتح أكتر، ممكن تكون أنت شخص روحاني أكتر من الشخص اللي عم تتعامل معه. أيضا ممكن يكون في بينكم فرق بالسن، لأنه ممكن يكون هالشخص أكبر منك، لأنه أوراقك أنت أوراق صغيرة، والأوراق اللي طلعت هون أوراق شخص كبير بالعمر، شخص كتير قاسي. فممكن الشخص اللي عم تتعامل معه أكبر منك بالعمر، وبتحس إنه العلاقة معه فيها كتير من الديسبلين، أو فيها كتير من الانضباط، أو هالشخص بيطالب كتير انضباط بالعلاقة، يعني بيحب وكأنه يعني مثل مدرسة أو إشي مثل هيك، يعني ما بيحب أي إشي شوي يكون مختلف عن المفروض اللي لازم تقدمه أو إشي. يعني بالملي هالشخص بيحاسبك بالملي، وهو عم شوف إنه هو أصلا طبيعته هيك، يعني مش بس أنت، يعني عم شوف إنه هو حتى مع نفسه بطاقته الداخلية مع نفسه شخص كتير ديسيبلين، مثل كأنه ضابط أو شخص كتير صارم. طيب بدنا نشوف التواصل اللي بينكم، أو شو رح يصير بالمستقبل بينكم، لأنه مبين إنه في طاقة انتظار هون بينكم. فبس بدنا نوضح فقط شو طبيعة التواصل رح يكون، أو هل رح يصير في تواصل، أو إذا أنت مستني لخبر من هالشخص هل رح يجيك خبر من هالشخص، لأنه مبين إنه أنت مستني عم تنتظر حكي من هالشخص، وهو أيضا عم ينتظر لأنه هالطاقة مشتركة. فبدنا نشوف شو رح يصير. في تركيز أكتر على المادة، عم شوفك أنت مركز أكتر على المادة، برغم إنه أنت مستني خبر من هالشخص، إلى إنه في رفض للعواطف، أو ممكن يكون هالشخص مش أنت اللي بدك إياه. يعني ممكن يكون هو حاول أكتر من مرة يتقرب منك، ولكن انت مثل ما حكيت لك، انت في شخص او في امنية بحياتك بعيدة عنك، وانت هاي اللي انت بدك تروح لإلها، فمش عم تشوف. ممكن الشخص عم يحاول يقترب منك، ولكن انت عم شوف هو يعني الصورة بس تشوفها على المدى الأكبر. عم يشوفك انت رافض هالشخص، رافض الكونكشن من هالشخص، بدك تبعد عن هالشخص، لانه في امنية او في شخص انت بتطمح تكون معه او بتطمح تحققه. فبالمقابل لانك عم تبعد عن هالشخص، صار في هوس بالسيطرة عند الشخص اللي عم تتعامل معه، وعم يحاول يقيدك، عم يحاول يحطك في بوكس، لأنه ما بده العلاقة تنتهي الشخص اللي عم تتعامل معه، وإنت رافض 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 أي مشاعر عم تيجي من هالشخص. يعني أنا حزنت على يعني أنا حزنت على الشخص اللي عم تتعامل معه، لأنه مبين هو برغم انه قاسي، الا انه
هاي هي لغة الحب اللي عنده، مثل كأنه ما بيعرف يحب إلا بها الطريقة، ما بيعرف إلا بطريقة السيطرة، إنه أي إشي بيحبه بده يكمش عليه أو بده يحطه في بوكس معين، وإنت بدك حرية عم شوف أكتر، بدك تنطلق، بدك تروح إلى مدى آخر. فبدنا نشوف شو برج الأسد شو أنت بدك تساوي، لأنه أنا عم شوف الشخص هو عم يقدم لك عروض حب، ولكن أنت رافض عروض الحب، فهو ما في عنده حل غير إنه يستنى خبر منك، أو يستنى حتى تلميح أو إشي منك إنه أنت ممكن تتقبل منه أي حكي. عم شوفك يعني عم شوف هو اللي عم يركض وراك، وأنت اللي عم بتصد هالشخص. أوكي حبايبي برج الأسد، بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها. إذا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكومنت شير وسبسكرايب. إن شاء الله رح أشوفكم في فيديو قادم. شكرا لكم جميعا.